هو خير رشيد، شنو الفرق ما بين الدار البيضاء وكازا؟ فرق الدار البيضاء وكازا بيناتهم مع عطوبين. على بحال اش كيف شنو الفرق اللي كاين بيناتهم؟ بحال دابا انتيا بحال حنايا في المدينه قنيطره. شدي طوبيس الواحد. بتاعت الشطيب. وكذلك بحال الدار البيضاء و يعني دابا يعني دابا كازا فيها الديور؟ كازا فيها الديور. والدار البيضاء فيها الفيلات. دابا الدار البيضاء فيها الفيلات وكازا فيها الديور. تران فين شي دير كازا ولا الدار البيضاء؟ تران عندو كازا. ما كيدخلش الدار البيضاء؟ دخلش الدار البيضاء. فيها طوبيسات. الدار البيضاء شنو فيها؟ طوبيسات. ما كيديش لها تران؟ تران عندو كازا. كازا مكناس طنجة تيطوان الصويرة صافي. صافي زاكورة ما جديش لها التران. زاكورة اخويا تمشي لها بالكار. في الكار؟ عين السباخ تمشي لها بالكار. اها. وسوق الاربع تمشي لها بالكار. اها. وسوق الثلاث. دابا ما يمكنش لينا تمشي لها بالكار. دابا ما يمكنش لينا نلقاو الفيلات في الدار البيضاء، نلقاوهم في كازا. لا كاين الفيلات قلال تماك. كاين في الدار البيضاء الفيلات ولكن قلال. اه. ماشي بحال الدار البيضاء. دابا الناس اللي في كازا كيهضروا بالعربي بالعربية واللي في الدار البيضاء؟ لا، بنادم واحد يديروا طوب، أكثرين اللي كيهضروا بالعربية. حيت كاين اللي كيكون جاي من برا ساكن تماك. داول. يعني دابا بغيتي تقول لي الدار البيضاء شي يهضروا بالفرنسي وكازا شي يهضروا بالعربية؟ لا، الدار البيضاء كيهضروا بالعربية والنص والنص فرنساوي. وكازا كلشي كيهضر بالعربية. كلشي كيهضر بالعربية؟ يعني في شكون اللي شكون اللي قبيحة، الدار البيضاء ولا كازا؟ كازا لا ما قبيحة. مكناس القبيحة. مكناس القبيحة. وقنيطرة؟ قنيطرة قبيحة. بزاف. بزاف. وي.